السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. حنا في حد ولاد عبدون بخريب قولي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرة تنوريوها الجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات ورجالة وبنات ولاد وكبير وصغير، اليوم 17 في شهر 4 2022، هاد الخيرة تنوريوها لجميع المشاهدين. الفقري ولدو مشرفين اسيدي مشرفين، مرحبا بالفقري ولدو، يخدم الغلمي والبكري. ها؟ اللحمة التاريات وزينات، ما عندي ما نقول لك انت راجل عشاق. كاين مكتوب تبارك الله لحمة تاريات وزينة، تبارك الله ضروبة فرقعة بالمريح. ياك اسيدي ها؟ من هنا تلمني مسكين، أين بلاصة في مني مسكين؟ مني مسكين واش قراقرا؟ لا ولاد سالم ولا ولاد سالم ولا ولاد عامر ولا ولاد بوعلي الأربعة مشرفين مين ما كلتي مشرف في قناة زيتون ومرجان. وشحال هاد الغلمي والبقري اليوم؟ تبارك الله، كي كوتليت كل لحم؟ 70 كوتليت 70، اي تاتا ولا فك الشيكي؟ ايوا البقري بشحال باتوا هاد الضروبه تبارك الله؟ ١٢٠٠ ١٦٠ درهم تبارك الله، ما عندي ما نقول. السلعة ديال الرومان ها؟ أه؟ ديال الرومان، هذا البرنامج. تاثروبه غدار هذا تاع. مشرف مشرف، تحية. بعد الساعة جاي قبل البرنامج. أييه مرحبا مرحبا. مرحبا. سيبو شايب لاباس. بخير. وشحال سيبو شايب اليوم؟ ١٢٠٠ ٦٠ درهم باش كاين هاد الخيرات بحد ولاد عبدون بخريبك. نحييو كل مشاهد قناة زيتون ومرجان. هذاك سي حميد نهار زين بخير ناشط، الله يبارك فيك الله يطول عمرك. وشحال هذا ما جيتي لخريبكا؟ يلاه جيت اليوم نشوفو هاد الزباله. مرحبا مرحبا بسي حميد، تهلا لينا بسي حميد اسي. مرحبا كي دايرين اسي؟ ناشطين؟ بخير. شحال هاد الخيرات؟ ١٥ غلمي ولا بكري؟ بكري. والغلمي؟ ١٦٠ درهم. الله يسهل عليكم. تبارك الله على السي عبد العالي. هذا ولدك؟ اسميتو هذا تاعو. اسمي. اه. سيدي محمد. تبارك الله على سيدي محمد. سميتك سمية الرسول. ما عندي ما نسالك. السي عبد العالي. شحال الخيرة؟ ١٢ البكري. والغلمي؟ ١٣ كما تشوفوا عبد العالي تاكور عنده الحانوت في مدينه خريبكه، وراجل مخير وديما حاجه مليحه، واللحمه حمراء كي تشوفوا معنا هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكه. نحييو اي مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان، الله يسهل اسير. هذا الامين تاع حد ولاد عبدون بخريبكه، وركوب الخيل مقدم وقيله وقيله مقدم ولا لا؟ وقيله مقدم تاع الخيل والامين تاع حد ولاد عبدون بخريبكه. وراجل مخير وديما عندو شي حاجه رفيعه وممتازه. شحال اخويا باش تبعتي؟ شحال تبعت؟ ١٢ تبارك الله، راه ديما تيدير ضروبات فرقعات بالمليح، الله يسهل لك. مولاي عبد الرحمن كي داير اسيدي؟ بخير، ياك ما عندك الغلا ثاني اليوم. ٣٠ كيلو الله راسي. راه ضروبه غليظه. الحمد لله. ضروبه زين. ١٠٠ دارت ٧٠. ٢٧٠ ألف و٢٧٠ مية. هي ١٢. الحمد لله ١٢ باش يقول ١٢٠٠ هي اللي كاينه. ١٢٠٠ باش تبيع. وهي راكده ثمن ١٧٠٠ وثمن ١١ وشي كل درهم ماشي مشكل. وضروبة ما نزيدوش الهضرة، تبارك الله كي تشوفوا اللحمة حمراء وزينة وبدون. الله يحفظك السي عبد الرحمن، والله الله يسهل لك.
لا شحمه لا والو. نهار زين بخير. واليوم خدام هنا بليدك ولا؟ اي 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 واخا شحال هذا ما خدمتي. مرحبا. شحال بنتي سي احمد هاد الخيرات؟ 60 درهم كي تشوفوا. عزيز المراحي واحمد ود هاشم عندو الحانوت في النهضه تاع تخريبكه. الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا لك. محمد الحاج محمد الامين تاع الكفاف راجل مخير والغنمي والبكري وراجل ما تيفصلش اللحم اللي جات يضرب لي هذا اللي تبارك الله على مولاي ابراهيم واش ياك ما صايب بصحة وراه ضروري تساعد 15 عام هذاك راه تبارك الله توجو راه ولا على الحبوب تبارك الله تبارك الله خليه بصحته خليه راجل ضرافات وراجل ثقيل كيبوه واش بغيت واللحمه حمراء واللحمه زينه كي تشوفوا عند الحاج محمد هنايا بحد ولاد عبدون بخريبكا شحال الحاج محمد 60 درهم حيدوا لنا الكراسين ديالو 60 درهم 60 درهم غنمي ولا بكري الغنمي وحده والبكري وحده الغنمي وحده والبكري وحده كيما تشوفوا هاد الخيرات بحد ولاد عبدون بخريبكا عند الحاج محمد ما تيفصلش اللحم اللي جات يعطيه كي تشوفوا معنا الغنمي شحال داير؟ شرف مرحبا 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 قول لي يا خويا هاد الغنمي شحال؟ 65 درهم عند الحاج محمد هنا بحد ولاد عبدون ما تيفصلش راه اليوم راه فصل السلعه راه تيجيو عندو الناس يضربوا الناس معروف تيقرد ويعطيهم اللي بغى شي حاجه تيعطي راجل معروف ومعلم ما عندي ما نقول وراه لامي تاع اربعه الكفاف هذا عبد واحد خويا في حد ولاد عبدون بخريبكه شحال سي عبد واحد اليوم؟ 1200 واش تكمل تخدم تاع الفوادات اليوم ولا؟ كاين غلا في الفوادات غالي الفوادات ياك ما صايب تصوم كي رمضان كيما رمضان تبارك الله عليك سي عبد الواحد قلت لي 1200 ما غاترقش منها لابد ما ترقص ديما انت ترقص حتى ما عندكش الحانوت ديما انت ترقص باش ما جاك حتى تعطي ها او بصح لا قال الفبيل كاين صافي هاجي مشيش لك هادشي اللي قال هو صافي يا حمود شاهد ما شتيش او انت سمعتي خوك اش قال لود هنايا قال فاطر ويني ما شتيش هذا هو كلام الحق شحال بعتي لي حمود انت مود هنايا شحال 11 شتكيك ما صايب شتك مكمل مرحبا هذا عبد السلام ود سيدي معروف وراجل درواش هنا في حد ولاد عبدون بخريبكا شحال اخويا عبد السلام 1200 وطيح بها ولدي وكان يلعب فيه بها اي اي والله غفار مليت في الرحبة حتى اليوم ما عندي ما نقول الضروبة جيدة جيدة السلعة اللحمة ما دايراش ما عندي ما نقول سي عبد السلام حنا راه عزيز عندنا إذاعة مرجاني الله يحفظك أودي يا سي عبد السلام إذاعة تفرج مع وليداتك الله يحفظك شكرا لك هذا هشام راجل مخير هنايا وعندهم الحانوت في مدينة خريبكة يخدم الغنمي والبكري وشي حاجة زينة ما نعاودوش الكلام وما نطربوش الرحمة واتفر عبد السلام وفر القيام وفر ياك بخير ناشط لاباس عليك مكاين باس اللحمة زينة ديما اللحمة زينة تبارك الله حد ولاد عبدون بخريبك كي تشوفوا معنا لا هذا لا ماشي عبدوني من ولاد مراحم من ولاد مراحم هذه قلتي عبدوني وكان لا قلت لي في حد ولاد عبدون هو من ولاد مراح و... وزيادة وخلوق في خريبكا راه من العاصمة خريبكا ديالك سبت بعملات خريبكا عملات سيدي علان ما يسهل عليك امين بقاو هاجي شتي انت نسيتي نسيتي قصه الصحة هذا اللي كان كما تشوفوا الخيرات بحد ولاد عبدون بخريبكا
عند الطربوش الاحمر اللي الاحماق زينق والاحماق بدون شحمه والاحماق حمراء وزينه كي تشوفوا معنا عند هشام. شحال الخير؟ 13. الغنمي ولا البكري؟ 30. تقولوا 60 درهم؟ اييه ما عنديش مرقول، اللحمه زينه. لا والله ما عندي مرقول. شوف سي هشام اللحمه زينه. انت راك عارف الصوت. اييه ما عنديش مرقول، الله يسهل لك. كي تشوفوا في حد ولاد عبدون بخريبكا، هذا هشام والطربوش الاحمر وعنده حتى الحانوت في مدينه خريبكا.